كابتن، ايه افضل لحظات ليك مع النادي الاهلي في مسيرتك؟ التتويج، افريقيا، اي تتويج، يعني اي بطوله انا خدتها مع النادي الاهلي ده ثمار تعب انت تعبته وشقيته، وان انت حققت حاجه لمكان انت بتحبه، فدي بتبقى افضل لحظات الواحد في الكوره، ان هو المكان اللي هو بيحبه قدر ان هو يحقق طبعا، حتى لو حاجه بسيطه. طبعا. فدي لا، دي ومش دي حاجه بالنسبه بسيطه لي. يا كابتن، هي مش حاجه بسيطه. لا طبعا، النادي، بصي هقول لحضرتك حاجه، اي حاجه هتبقى بسيطه للنادي الاهلي، يعني انا مش عايز ابالغ في قصدي مش الكلام حاجه ولا الكلام ده بسيطه كله. بالنسبه لحضرتك لا يعني في يعني هقول مسيرتك. لحضرتك حاجه، لا انا قصدي ايه، ان النادي الاهلي لازم يبقى في افضل حال، اللي طبعا بيحب مكان بيبقى عايز يتمنى ان هو يبقى في قمه المجد بتاعه. فانا لما بقول ان انا، يعني انا فزت مثلا، بقول لحضرتك بثلاث بطولات، وثلاث بطولات يعتبروا مهمين، طبعا، ما عشان كان كده بقول نفسي، كان لحضرتك نفسي يبقوا 10 ويبقوا اكيد 20 ويبقوا اكيد 30. اكيد واخده بال حضرتك ازاي؟ اكيد. ليه؟ لا، كل ما اديتي المكان او اديتي مجهودك او تعبك وشقاك اللي انت عملتيه ده كله في الكوره وانت بتلعبي، وبيتحقق بطوله والكلام ده كله، تضاف للرصيد بتاع النادي الاهلي، انت بتبقى في قمه سعادتك، لان ده المكان اللي انت بتنتمي ليه او بتحبيه او عايزاه يبقى افضل حاجه في العالم. أكيد طبعا يا كابتن. فمش هيحس الكلام ده كمان الا اللي لعب في النادي الاهلي، او اللي عاشر النادي الاهلي، او اللي خد القيم بتاعت النادي الاهلي والمبادئ بتاعت النادي الاهلي. فممكن ساعات ناس كتيره تتكلم تحس ان هو في مبالغه، لما هو الموضوع مش لا، مبالغه، مش مبالغة هو طبعا. الموضوع ان انت يعني بصها حضرتك، انت بتحب اكتر حاجه في الدنيا ايه؟ بتحب والدك، بتحب والدتك، انت عايزه افضل حاله، صح، واخد بال حضرتك؟ فانا كذلك، انا زي ما بحب والدي وبحب والدتي وبحب اسرتي والكلام ده كله، بحب النادي الاهلي. واولادي ومراتي الكلام ده كله، انا بحب النادي الاهلي، فببقى عايز احسن حاجه ليهم، واخد بال حضرتك؟ واحنا اكيد زي ما بنقول ان احنا الشعار بتاع النادي الاهلي عائله النادي الاهلي، فاحنا كلنا كيان للنادي الاهلي، كلنا شغالين عشان خدمه النادي الاهلي، عشان يبقى النادي الاهلي افضل حاجه.